بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الافاضل اينما كنتم، مرحبا اهلا وسهلا، نحييكم من قلب العاصمه الجزائريه، بالضبط في ملعب 5 جويليا الاولمبي ومجريات المباراه الثالثه للخضر بلباسهم الابيض المخطط بالاخضر بقياده القائد رياض محرز ابطال افريقيا في المواجهه الثالثه في تصفيات كاس امم افريقيا المقرره في الكامرون في الشتاء القادم في سنه بدايه 2022. هذه البطولة التي تم تأجيلها بقيادة جمال بلماضي بتغييرات طفيفة على مستوى التشكيلة بسبب غيابات اضطرارية على غرار اللاعب عدلان قديورة المعاقب، بالإضافة إلى جمال بلعبري الذي تنقصه شوية منافسة الوفد الجديد على فريق ليون في مواجهة زيمبابوي. رز هاديبي رفقة لونغا في وسطية الميدان 2010، على الجهة اليمنى سيكون رضا حليمية. تخب زيمبابوي عن طريق كادويري والتغطية من أيسر تغطية صعبة خطيرة. أوي 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 ورا منتخب زيمبابوي، وأول يخرج هذه الكرة عن طريق اللاعب بيل. بعد شوية الكرة مرفوعة بالراس، تغطية دفاعية، الحكم قال الكرة ما عنده الكرة الآن، يلعبها بينية، يبحث عن سفيان. التسديدة من سفيان في غول، راحت ضربة مرمى. سفيان لاعب نادي غالاتاساراي، يدخل سفيان حليمية، الكرة التوزيعة بعيدة كثير وسهلة. إدارة المباراة النهائية، هنا الحكم اختسب خطأ ضد هذه الكرة. رامي بروعة في التغطية ويتمكن من رياض، رياض على الجهة اليمنى، رياض رياض لسفيان، سفيان يسير لرياض ورياض لسفيان في الهجمات المعاكسة، سريعين جدا اللاعبين الجزائريين. رياض خطيرة، بابا بابا سلامات، ارتقاء كبير جدا من بغداد، خاصة وانه المرحلة اللي الارتقاء ضد هذه الكرة. دقيقة لعب التعادل، ما زال 0-0 بين الجزائر من تصفيات كأس أمم افريقيا المؤهلة إلى الدورة المرفوعة. حذري حذري حذري، دخلة هكذا كمية صعبة وخطيرة. أي رايس رامي رامي ياسين، النية والفكرة كانت رائعة. الكرة تار، من سيسدد هذه المخالفة؟ رياض وياسين، ودي في بغداد بنجاح، بغداد بغداد بغداد، جزاء بغداد، خل بغداد بغداد في عمق دفاع منتخب رياض. سفيان التسديدة، جول بابا بابا بابا، جول سفيان وبغداد، وجول تهتز الشباك عند الدقيقة 31، تسديدة أرضية زافعة زاحفة من سفيان، وبغداد يلحق بها في المكان المناسب ويسجل هدفه 16 في الدقيقة 31. يا سلام عليك يا بغداد في المتابعة، ومع ذلك الجمال بالماضي لا تخفى عليه. قبل الجزائري اسماعيل بن ناصر، كرة صعبة، الدفاع مرة كبيرة جدا في العالم سواء في أمريكا الجنوبية، ذاتية وموضوعية مختلفة، ولكن بغداد استلمها. بغداد ماذا أردت أن تفعل؟ دافع تنداي داريكوا سيتدخل عليه. ليمية يحاول يمر، رياض ما زال عنده الكرة الآن، رياض يراوغ، رياض الكرة الآن، رياض وحليمية يفتح له الطريق، رياض والتوزيع الرصيع، رصية وجول يا سفيان، الهدف الثاني عند الدقيقة 43، أعطى لك كافيار وسمك من النوع الرفيع يا سفيان. رياض حقه فوق راس سفيان، والهدف الثاني للمنتخب الجزائري، هدفان مقابل صفر صارت النتيجة، من دون ضغط كبير، من دون فرص كثيرة، من دون وبصبر كبير. ادخل بن ناصر، بن ناصر بغداد 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 وياسين، نقترب من تسجيل أهداف أخرى لما لا. هاي بدأت تظهر القدم الجزائرية، صار اليوم جوهرة من جواهر الأيسي ميلانو. بحث عن بغداد، كرة ممتازة استلمها بغداد، دخل بغداد وسفيان في غولي الثاني في الدقيقة 41. كيدويري بيلات وكارورو في دولية مع منتخب بلاده، خطيرة بالراس والتغطية، قامات الطويلة تسمح لهم بالتفوق في الكرة الأول. الكرة مرفوعة خطيرة، مرة سلامات، صارت قريب يقترب. عن بغداد بنجاح، بحثا عن سفيان عفوا، شوف كيف تحرك.
تحول تدخل ياسين راح ياسين والدفاع يتدخل شكل مهدي عبيد يلعب ممتاز لبغداد انت تزعج لبغداد بغداد ارضيه هي سريعه جدا وعوده ياسين يتدخل رامي الامس ليس هو رامي ما قبل الباي خطيره رايس يترأس من امام رايس وابن بولحي يخرجها بركنيه في القائمه الثانيه بعيده بالراس ما زالت الخطين صفر للجزائر امام زيمبابوي رايس على مرتين يتفق حاولت المرور كره زيمبابويه مره ثانيه مرفوعه عن طريق اللاعب ليوتو هدف النتيجه في هذه اللحظات هدف ثالث ساقب الزيمبابوي في هذه اللحظات زيمبابوي معروفه بقوتها وبنيتها البدنيه نفس الاستراتيجيه شوف التوغل وصنع بالراس مرت سلامات وراحت ضربه مرمى هذه الحليميه الدفاع لانه الامر ليس مرتبط بك فقط انت تلعب امام منافس احوالك يا رياض دخل فمرر عادت فتوغل راوغ فسجل الهدف الثالث للمنتخب الجزائري من رياض محرز بابداع وبروعه يا سلام 3-0 صارت النتيجه جاءت واحده من الحلول هي اضافه هدف ثاني استلمها ومررها رجعت له الكره فراوغ دخل على مرتين وارفعها بروعه مسجلا الهدف الثالث للمنتخب الجزائري انه الهدف السابع عشر انت تدخل بين واحد مش بين اثنين ياسين شفت محللين يعطيوا اللاعب دخول اللاعب كودا ماشي رياض يخرج في هذه اللحظات ياخذ مدو خرج قبل بعد ان سجل كره في العمق وضع تسلل ام لا حكم يقول لا والتغطيه من عيسى مندي بوردو كما قلت 21 سنه من مواليد 99 في مكان بغداد بو نجاح تنفذ ركنية صعبة ياسين إبراهيمي غول وضع تسلل أم لا 89 صارت النتيجة 3-1 اعتقد بانه كان في وضع تسلل كاديو لان قديورة بعد شوية في تشكيلة المنتخب هدف الذي سجله المنتخب هنا هاي صعبة خطيرة سلامات اليوم